بدأت المباحثات المشتركة بين رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الخرطوم. يتوقع أن تتناول محادثات القمة بين البلدين ملف سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. كان الرئيس المصري وصل الخرطوم صباح اليوم في أول زيارة رسمية إلى السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير. ينضم إلينا مشاهدينا طبعا من الخرطوم مراسلنا نزار البغداوي. نزار، أهلا بك. حسب الأخبار التي ترشح الآن، تتحدث عن اتفاق وتنسيق على أعلى درجة في ملف سد النهضة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وأيضا يتم الحديث بأن هناك السيسي والبرهان يرفضان أي إجراءات أحادية من قبل أديس أبابا بخصوص ملف هذا السد. نزار، هل هناك من أي تفاصيل أخرى أو تفاصيل حول هاتين النقطتين، وما هو سقف التوقعات بالنسبة إلى هذه الزيارة؟ نعم، يبدو أن هذه الزيارة تمضي نحو هذا التنسيق، نحو هذا السيناريو الضاغط على أثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، اتفاق قانوني ملزم كما أقرته اتفاقية المبادئ التي وقعت هنا في الخرطوم في مارس من العام 2015. هذه المباحثات بدأت منذ أكثر من ساعة بين الرئيسين البرهان والسيسي، إلى جانب مديري المخابرات في كل من مصر والسودان، إلى جانب أيضا وزيري الخارجية بكل من السودان ومصر. المعلومات التي لدينا بأن هذه الاجتماعات تحاول أن تجد صيغة توافقية من أجل الوصول إلى رؤية توافقية حول ما الذي يمكن أن يفعل في حال أقدمت أثيوبيا فعليا وعمليا على ملء 13 مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه في يونيو المقبل. تحاول مصر وتحاول الخرطوم أن تضغط بقوة، تحاول عبر هذه المباحثات الثنائية أن تقدم رؤية توافقية للعالم، تقدم رؤية للمجتمع الدولي بأن كل من الخرطوم والقاهرة الآن تعتزم أن تخرج برؤية، بإعلان موحد يوضح كل المخاوف، كل المهاجر، الهواجس، كل التخوفات بشأن ما ستقدم عليه أثيوبيا. هذه المباحثات التي بدأت قبل أكثر من ساعة ونصف الآن أيضا نتوقع أن تخرج برؤية تفصيلية فيما يلي علاقة البلدين مستقبلا في الإطار العسكري، في الإطار السياسي، في الإطار الاقتصادي. لكن تظل قضية سد النهضة هي القضية المحورية، هي القضية الأولية. هنالك عدد من المحللين والمراقبين والدبلوماسيين استطلعناهم قبل قليل حول ما الذي يمكن أن تخرج به هذه الزيارة. هم يقولون بأنها زيارة مفتاحية، بأنها زيارة مهمة. هذه الزيارة تحاول أن تمارس مزيدا من الضغط، تحاول أن تدعم القاهرة الخرطوم، تحاول أن تدعم المقترح الذي تقدم به السودان قبل شهر، وهو مقترح المبادرة الرباعية التي تضم الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة. قبل يومين كان هنالك تواصل بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. محور سد النهضة كان حاضرا، يبدو أن ما نقل في هذا اللقاء يحضر الآن بقوة، يبحث، يناقش من أجل الوصول برؤية توافقية يتم الإعلان عنها وتخرج كبيان مهم، هو بيان الخرطوم الذي نتوقع أن يصدر من خلال الإفادات الصحفية التي ستصدر خلال المؤتمر الصحفي للرئيسين البرهان والسيسي بعد ساعة، نتوقع أن تختتم هذه المباحثات ونرى ما الذي يمكن أن يقال في حق سد النهضة وحق التوترات الحدودية التي تحدث الآن بين السودان وبين أثيوبيا. شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا نزار البقداوي.